سألوهم ما معنى زكريا، بقول لك اسم أعجمي يعني ساركوزي. شو الفرق؟ ساركوزي اسم أعجمي، شو كلينتون أعجمي، زكريا واحد. يعني زكريا كلينتون ساركوزي نتنياهو كله سواء، ولا شو يعني أعجمي؟ شيك بيقولوا الشباب. فلو أن رجلا لا يلد لا يولد له أتى طبيبا فبشره الطبيب، الآن خصبته انتظر ولدا هلا، فهو يعني إذا قال للطبيب يعني كيف بدي أتأكد؟ شو بيقول للطبيب؟ بيقول له يا أخي استنى، انظر بطن امرأتك فإن كبر وانتفخ، اسمع، وذكر بطن امرأتك فقد صدقتك. انتبهت على ذكر؟ ذكر بطن امرأتك يعني ان كبر بطنها. أنا ما أقول هذا بهذا، بس أقول لك أنه مش أعجمي. فالآية بين ألا تكلم الناس فيما لأجله سأل زكريا، بقي عليهم أن يعلموا علامة سأل زكريا الآية، ولكن لما استعجم عليهم زكريا استعجمت آية زكريا، ولو تعرب لهم زكريا لتعربت لهم الآيات. أنا يعني فقط ننبه، يعني ننبههم، سورة مريم الكلام كله على الكلمة، إن الله يبشرك بكلمة منه، زكريا سيكفل مريم أم الكلمة، فآيتك ألا تكلم الناس، لما حملت به قالوا، قال من ناداها من تحتها كلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هاي مريم لن تتكلم، زكريا لن يتكلم، ليه؟ لأنها آيات على الكلمة. في تكلف أخوان، احنا بنشرح بإذن الله حين يأذن الله.